وللحديث أكثر عن الانتهاكات التي تقع من الميليشيات والقوات الأمنية تجاه المدنيين في بعض المدن والأقضية، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة فاطمة. بداية، وثقتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، وثقتم هناك سيطرة الميليشيات عليه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. ما أهم ما رصدتموه من تغييرات في هذا القضاء؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. نعم، يعني في الحقيقة يعني وصلت إلى المركز معلومات كثيرة حول منطقة المدائن. طبعا منطقة المدائن وكما هو معروف وهي منذ فترة كثيرة، منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وهي تتعرض إلى ممارسات ممنهجة. من هذه الممارسات هي التضييق، عمليات الاعتقال، كما أن هناك كانت تفجيرات منظمة في منطقة المدائن وعلى مدى السنوات الماضية في محاولة لتهجير السكان قسريا من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم. طبعا كل هذا يجري يعني تحت سمع وبصر القوات الحكومية دون أن يكون هناك أي تحرك. إضافة إلى ذلك، فإن الميليشيات أصبحت لديها سيطرات في هذه المنطقة وتستطيع التحكم بالداخلين والخارجين من هذه المنطقة دون أن يكون لهم أي حدود أو أي رادع يردعهم، مما تسبب بأن الكثير من سكان هذه المنطقة قد هجروا مناطقهم من أجل التخلص من سطوة الميليشيات. نعم دكتورة فاطمة، وكما تعلمين تتوالى الشهادات سواء من نواب البرلمان أو من السكان المحليين عن الانتهاكات التي يتعرض إليها المواطنون في قضاء المدائن وغيره من الأقضية. كيف يمكن توظيف هذه الشهادات في توثيق ما يحدث في المدائن وغيرها من المدن لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات قضائيا؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ نعم، يعني بالنسبة لتصريحات سواء النواب او المسؤولين في ما تسمى الحكومه العراقيه، يعني هؤلاء النواب بالامكان استثمار هذه التصريحات التي تصدر عنهم عما يحدث في هذه المناطق، خاصه وان هؤلاء النواب يعني اكيد بالتاكيد بصفتهم يعني كأعضاء في مجلس النواب العراقي، يعني هناك معلومات بالتأكيد تصلهم ومعلومات موثقة عن حجم هذه الانتهاكات التي تمارس ضد هؤلاء المدنيين وما يحدث لهم من اضطهاد وانتهاكات خطيرة. وبإمكان أيضا هؤلاء النواب لو كانت لديهم حتى هم أن يكون لهم نية في أن يتقدموا ويقوموا بتحريك يعني المجتمع الدولي نحو التصدي لهذه الميليشيات وسطوتها من خلال ما تصلهم من معلومات وتوثيقات، وليس فقط القيام بمجرد تصريحات، يعني ممكن بعد فترة أن يقوموا بالتنصل منها أو بأي طريقة ثانية. نعم. سبق وأصدرتم تقريرا عن انتهاكات في قضاء الطرمية وهو أحد أقضية حزام بغداد. دكتورة، ما هي أوجه الشبه بين ما يحدث في المدائن والطرمية؟ يعني في الحقيقة كما تفضلت، هي المدائن هي أحد مناطق حزام بغداد، وهذه المناطق جميعها ودون استثناء تتعرض إلى نفس العمليات ونفس الانتهاكات، نفس الممارسات من التضييق على السكان والاعتقالات ومحاولات التهجير القسري، إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات وحتى الاستيلاء على دور العبادة، المساجد، الجوامع في هذه المناطق من أجل أن يتم تغيير ديموغرافية هذه المنطقة، وأيضا إضافة إلى ذلك الاستيلاء على هذه المناطق. ونحن لا ننسى أيضا أن جرفة الصخرية نفسها من ضمن هذه المجموعة من مناطق التي هي حول بغداد. وبالتأكيد أن ما يجري في هذه المناطق لا يختلف عن الأخريات، هي نفس الطريقة ونفس النهج ونفس المنفذين، فقط يختلف التوقيت لا أكثر ولا أقل. ما ذكرته من أوجه شبه ربما يدفعنا للحديث عن منهجية في الفعل والتخطيط تحصل حاليا على الأرض. باعتقادكم دكتورة، ما الهدف من هذه الانتهاكات؟
يعني إذا كانت هناك هدف ممنهج ويجري تدبيره منذ فترة طويلة، فبالتأكيد هناك هدف وغرض، وأصبح هذا الغرض والهدف يتضح جليا الآن، أصبح بعد أن بسطت الميليشيات سيطرتها تقريبا على العراق بأكمله. ونحن نعرف جيدا أن مناطق حزام بغداد معروفة بطرقها وبتواصلها مع محافظات العراق، وأيضا هي أقرب وأقصر طريق رابط بين حدود العراق الشرقية والغربية. بالتالي فهناك استفادة، أولا إيران تستفيد من هذه التغييرات التي تجري في هذه المناطق لأنها تصب في مصلحتها التوسعية في هذه المناطق، إضافة إلى ذلك فإن الاحتلال الأمريكي أيضا مستفيد من هذه، خاصة وأن إيران تنفذ أهدافه في الانتقام من هذه المناطق وأضعافها من أجل أن يسهل السيطرة على العراق والتحكم بالعراق. نعم. في سؤالي الأخير إليك دكتورة فاطمة، إذا كان التغيير الديمغرافي هو هدف كل تلك الانتهاكات سواء في المدائن أو نينوى أو الطرمية، ألا تصنف هذه جريمة من جرائم ضد الإنسانية فيما لو استبعدنا العمليات العسكرية وجرائم الحرب مثلا؟ نعم بالتأكيد هذه جريمة ضد الإنسانية. معروف من جريمة التغيير الديمغرافي هي أحد أركان الجرائم ضد الإنسانية، لأنها يعني في ضمنها تدخل العديد من الجرائم تحتها، ومنها التغييب القسري، الاعتقالات القسرية، التهجير القسري من المناطق، القتل العمد، الاستيلاء على الممتلكات، وفيها أيضا نقض للمعاهدات الدولية، أيضا العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية. الكثير من الجرائم التي تنطوي وجميعها تسمى تحت بند جرائم ضد الإنسانية. من لندن كنت معنا عبر الهاتف مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة اللعاني، شكرا جزيلا لك.